هزام، ازاي الحلوين؟ الحمد لله. الحلوة دي؟ شكرا. انت عينك ملونة؟ الله، انا كان نفسي تبقى عيني ملونة. انت أمورة من غير حاجة. انت عارفة ان انا كان نفسي يبقى اسمي ياسمين؟ بس سموني مريم، بقى هعمل ايه؟ اسمي مريم برضه حلو. انت اللي حلوة. يلا. يلا. خفيف. مش هنحس بحاجة خالص. هو أنا هخف وألعب كورة؟ أنتِ هتطلعي من هنا تلعبي كورة وتجري وتعملي كل حاجة. I promise you. أوكي؟ نعرف نعد؟ آه. يلا. 1 2 3 4. كل سنة وأنت طيب يا عم الشيخ نعمان. وأنت طيب يا ابني. كل سنة وأنت طيب يا شيخ يوسف. أنت طيب يا عم إسماعيل. يا ريت بقى بلاش تسهر النهاردة وتأخر علينا المكوى للصبح. ادعي لنا يا شيخ، دي سهرة بريئة والله. سلام عليكم. هو بيأخر المكوى. الناس في الدنيا ديت ما بيفكروش غير في اللي يسعدهم وبس. ما حدش عارف إن الدوام لله وحده، والبني آدم في الدنيا ديت طالع نازل. ما حدش بيحب يبقى فيها علة يا شيخ يوسف. والمشكلة مش في إن الإنسان طالع نازل في صحته. البدن ليه اللي عافيه. وبسم الله ما شاء الله الدكاترة مليين الشوارع إعلانات زي المغنيين وبتوع الأفلام، إنما المهم صحة النفس دي بقى ما فيش علاج ليها غير جوه قلب البني آدم. صلاح قبل مشاكل البنك وورطة الديون اللي دخلونا فيها ما كانش بيفكر غير في مشروع المستشفى. طب النهاردة الحمد لله كل المشاكل اتحلت وعلى خير، مش جه الوقت بقى ان احنا نكمل مشروعنا؟ دي حتى بدل ما هي واقفة فاضية كده. يا مين؟ الارض يا فوزي. الموضوع مش ارض وبس يا نهد، المسألة تكاليف بناء وتشطيبات وتجهيز بأحدث الأجهزة ومصاريف دعاية وإعلان. المستشفيات عشان تسترد رأس مالها محتاجة سنين وسنين. طب أني الأسهل يا فوزي؟ إن إحنا نهد كل حاجة ونبتدي مشروع جديد من الأول، ولا نهتم بالمشروع بتاعنا ونعمل له دراسة كويسة ونعمل له دعاية محترمة وأكيد هيرجع لنا فلوسنا تاني؟ كل القنوات التلفزيونية مليانة إعلانات عن المستشفيات والتبرعات لها، الناس ما بقتش عارفة هتوزع فلوسها على أنهي مستشفى فيهم. مريم، البنت صغيرة قوي على الوقت ده كله، كتير. خير يا دكتور؟ ما تقلقوش، ياسمين كويسة وزي الفل. العملية الحمد لله. الحمد لله. طب هي فين دلوقتي يا دكتور؟ هي في الإفاقة، بس أنا هستأذنكم، هي هتقعد معايا في الرعاية 48 ساعة. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لا ده اجراء طبيعي جدا بعد اي عمليه. ما تقلقيش. يلا بقى اتفضلوا انتوا، مع السلامه. انتوا اكيد تعبانين من الصبح. شكرا يا دكتور. ربنا يطمنك يا رب. ربنا يعملكم بالسلامه. يلا. هابي يوير. هتدلع السلامه يا اولاد. الله يسلمك يا حاج. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يلا أولاد، يلا كل واحد يشوف شغله بسرعة كده، إن شاء الله خير علينا كلنا. إن شاء الله يا أبا. بدل يا برنس. تعال وريني. اتفضل يا أبا. طلع الحاج. دي كل المسروقات.
ده بقى انا نسيته حكيته وما اعرفش ممكن يحصل ايه. ايه؟ تمام. ايه؟ ايه ده؟ هو كله فضيات ولا ايه؟ اعمل بيه الفضيات دي وانا اجهز البيت راضي ولا اعمل ايه يعني؟ ما قلت لك من الاول يا معلم، دي شقه عرسان وعرسان جداد، لا فيها خزنه ولا فلوس ولا اي حاجه. انت فين يا حبيبتي؟ انا كلمتك ولا 7 مرات ما بترديش عليا، ده كله في العمليات؟ النهارده كان يوم صعب قوي في العمليات. انا يا دوب لسه مخلصه. وعملت مكياج بقى ولبست الفستان انت بتاكلي ايه يا ماما؟ لبانه. انا مستنياكي يا حبيبتي، يلا تعالي على طول بقى. لا، رايحه لسامح ومراته. هتروحي زايد وتيجي المعادي؟ معقوله يا مريم؟ معلش عشان وعدتهم بس. دلوقتي الدنيا زحمه قوي والناس سايقه مش في وعيها. يا ابني يا ابني، ده انت اغلى حاجه في حياتي، ده انت سكتي للجنه يا وانا. ربنا يخليك لينا ويرضيك دنيا واخره. عموما عشان ارضيك انا بعدت اسال في الجيزه عن الشيخ عبد الرازق. الراجل ده خير جدا وحافظ المنطقه كويس قوي، مش جايز يشوف سكه توديه لاهلك ها ويجي يقول لنا مين اللي عايش ويسلبك ليه. يا رب خير. على فكرة انت سخيفة قوي وبتضايقها جدا وعلى طول تشتكي منها والغلط من عندك انت. سيبك منها دلوقتي تاخد. انا في موضوع اهم بالنسبة لي عايز اتكلم معاك فيه. انا شفت ايديك النهارده بتترعش في العمليات. مريم دي اول مرة ولا حصلت قبل كده؟ لا، ده تلاقي عينك انت اللي كانت بترعش وما خدتش بالك. انت جاي ترخم علي انا كمان؟ لا، بس انا عايز اطمن عليك. تعالي نروح للدكتور واطمن. ما تخافش يا ابني، مفيش حاجة. مريم انت عارفة قيمة نفسك كويس قوي، وإيدي دي تمنا كلنا، فيها أرواح ناس كتير ودي مسؤولية كبيرة. أنا جعانة قوي، مش هتطلب لي أكل؟ حاضر، بس نطمن على إيدي. أنا كويسة، ما تقلقش. إيه يا سعيد، جبت الحاجة؟ الصيدلي زرجم معاه على الآخر، قال لي إن هو شاحم السوق اليومين دول، وإداني ده بداله. قال لي إن هو أحسن، بس قال لي لازم نقرا النشرة اللي جواه كويس، من يعني في ناس بتقول ان هو بيعمل دماغ. دماغ؟ يعني ايه بيعمل دماغ يعني؟ والله يا دكتور انا ما جربتوش، بس يعني هو بيقول ان هو بيعمل هلوسه. لو مش عاجبك نرجعه ونجيب روشتات. لا 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 لا، سيبه. تلاقيه بس ده عرض جانبي بيحصل لناس وناس يعني. ماشي. امسك. انا ظبطت لك الروشتات. دي كل الروشتات بتاعت الاسبوع اللي فات. خليها معاك عشان لو رجع الدواء القديم تاني. والتواريخ؟ لا لا، والتواريخ كلها ظبطتها. أمان. ماشي. خلي بالك من نفسك. شكرا. سلام.